وانا معترض على الموظف دوره بقى حضرتك ايه انت كعميل بقى كلهم انا متضرر من كذا حضرتك على احنا وصلنا بيهم والمدير عارف مش راضيين في مشاكل فاحنا معترضين على اوامر الشركه عشان انت كموظف لا هصور لا 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 ما هو هو راجل منفذ لاوامر الشركه مش مشكله مش عايز ينزل العجبات مش انت بتنفذ اوامر الشركه ويا ريت لما حضرتك صوري صوري كمان الفلبسين صوري الفلبسين صورتهم المهم حضرتك هو على فكره مفيش عيب يعني حاجه مش ما انا بقول لحضرتك على السته انت عايز تحل المشكله كده فاهمني انا لا هقدر اشغل بسين تمام طيب. ولا هقدر اخلي ولا حاجه خالص انت حضرتك حلها حضرتك نفسك تحل المشكله طيب ما هو الشركه مش راضيه تقابلنا يبقى ايه العمل ممثل الشركه لا اكيد هيرد عليا ما فيش حد بيرد حضرتك ممثل الشركه اضمن لنا بس ان هم يحطونا واحنا هنستلم من هنا جواب واحد بس واحد بس وانا عمري ما هكلمك ومش هننزل بسين لحد ما نخلص الموضوع بس يبقى جواب واحد يقول لنا يا جماعه بس وانا اوعدك مش هننزل لحد ما نشوف ولعلمك لو اتطفى علينا الكهرباء والميه انا هبلغ البوليس انا هبلغ الشرطه عشان يبقى محضر اسباب احنا موقفين البسين تمام ليه مش هيشتغل لحد ما حضرتك اتفضل ليه موقفين البسين ده اوامر الشركه اوامر الشركه ايه اوامر الشركه انا تعاقدنا مع الشركه انا تعاقدت مع الشركه حضرتك مع الشركه يقول ايه بقى التعاقد في شركه في شركه الموضوع يعني بس مش هيشتغل لحد ما حضرتك وانا هشتغل يعني انت مش هتسكنني في قريتي لا ينفع اشتغل على انت الكلام ده مش منصوص عليه في العقد واحنا بنقول قول للشركه احنا مش هنطلع خلاص خلي الشركه تقابلنا خلي مدير الشركه اللي مطلع القرار يقابلنا انا رحت له 3 مرات كلمته اكتر من 4-5 مرات عصام بيه ما بيردش علينا مش فاضي مواعيده مش سامحه السكرتاريه ده جواب السكرتاريه بتاعته وصلك انا فاهمين انا مش يعني هم عايزين يحافظوا على شكل معين للقريه احنا فاهمين الكلام ده كويس وعاوز اقول لك على حاجه بس يعني هو هيفضل يعمل كده لحد ما احنا نبطل احنا فين التصرف وانا عارف ان حضرتك مالكش دعوه انا فاهم حضرتك لا بقول لحضرتك بس قبل ما عارف حضرتك بس هي التعليمات دي غير قانونيه لان هو ما كتبهاش نفسه في العقد مش منصوص عليه في العقد بعد ما نشيل النتيجه يقول لنا ايه يا جماعه تاني حاجه هو اصلا حضور الدفاع غير مضر يعني زي ما هو يعني ده دعوه فاهم الراجل ده خبير الراجل لا هو كبير السفاره الامريكيه المدرسه الامريكيه احسن حتتين في مصر